الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه ونشكره على نعمه ونسأله المزيد من فضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم سعادة الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يفهمنا كتابه وأن يجعلنا من أوليائه وأن يرفع درجاتنا لديه وأن يعلي مكاننا في جنانه. وبعد، فنواصل الحديث في مجلس ثان من مجالس تفسير سورة إبراهيم، لعل الله عز وجل أن يفهمنا معاني هذه السورة وأن يعرفنا ما اشتملت عليه من أحكام وفوائد. فلعلنا نقرأ عدداً من آيات هذه السورة، أسأل الله أن يرزقني وإياكم فهماً لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. كما تقدم أن هذه السورة العظيمة فيها ذكر مبادئ أهل الإيمان التي يظن أنها مبادئ دنيوية ضعيفة، ولكن تكون العواقب العظيمة والنصر الكبير لهم. ولذا ذكر الله جل وعلا من الشواهد على هذا الأمر ما يجعل الإنسان يتعجب من هذا الأمر، ومن ذلك ما ذكره سبحانه من قصص الأنبياء السابقين، فيقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، أي ألم تصل إليكم قصص أنبياء الله السابقين الذين كانت مبادئهم ضعيفة في نظر الخلق، وظنوا أن أعداءهم بما لديهم من قوى سيتغلبون عليهم وسيكون النصر لهم، إلا أن الأمر لم يكن كذلك. فانظروا إلى حالهم واعتبروا من أمورهم وكيف كانت عواقب تلك الأحوال، مما يدعو العبد إلى أن يخاف من الله جل وعلا حينما يعتبر ويقيس نفسه بحال تلك الأمم المكذبة. فإن تلك الأمم بعث الله عز وجل إليها رسلا، وكانوا على قوة عظيمة، من هؤلاء قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وأمم كثيرة بعد هؤلاء لا يعلمهم إلا الله، ما شأنهم وما هي قصتهم؟ قوله والذين من بعدهم يفيد أن هناك أمثلة كثيرة لهذه القضية التي ذكرها الله عز وجل. ما شأنهم؟ أرسل الله إليهم أنبياء ورسلا يدعونهم إلى الحق والهدى، وجعل معهم الأدلة الواضحة والبراهين التي يؤمن على مثلها البشر. وكان من شأنهم حينما أتتهم رسلهم بالبينات أن كذبوا هؤلاء الرسل واستكبروا ولم ينقادوا إليهم، قال: فردوا أيديهم إلى أفواههم، لأنهم لما لم يكن معهم حجة وكانوا إنما يستندون إلى ما آتاهم الله من قوى بشرية ويعتمدون على ما ورثوه من آبائهم، ما لم يكن منهم إلا الكفر بأنبياء الله، مع أنهم لم يستطيعوا ردًا عليهم، ولذا لم يتكلموا بأفواههم في نقض ما جاءت به الأنبياء من البينات والحجج، وإنما حاولوا أن يستعملوا قوتهم وقدرتهم وأيديهم في صد الناس
عن سبيل الحق والهدى. ماذا كان شأنهم؟ كان شأنهم التكفير والكفر والتصريح بذلك، فقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به، أي نحن لا نصدق بما أتيتم به من الرسالة، وإنما شأننا أن نجحدها وألا نعترف لها ولا نقر لها بحق، بل إنا في شك مما تدعوننا إليه مريب، أي أظهروا بألسنتهم أنهم يشكون في رسالة الأنبياء وفيما آتاهم الله من البينات والحجج الواضحات. وهذا إنما هو ادعاء باللسان، وإلا ففي قلوبهم وضمائرهم من معرفة الحق وجحده ما الله به عليم. ولذا كان من الأنبياء أن يردوا عليهم فيقولون لهم: أفي الله شك؟ الله جل وعلا الذي يدبر الكون ويتصرف فيه، والذي تعودون إليه في حال الاضطرار وتسألونه كيف تشكون في أنه يجب إفراده بالعبادة ويجب أن نؤمن به إيماناً يجعلنا نفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذا استنكر الأنبياء على أقوامهم دعواهم أنهم في شك مما يدعونهم إليه، لأن الأنبياء إنما دعوهم إلى الله، ودعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، ولذا قالوا لهم: أفي الله شك؟ ثم أتوا بحجة واضحة، ألا وهي أن الله عز وجل الذي ندعوكم إليه هو الذي خلق السماوات التي فوقكم وخلق الأرض التي تحتكم من غير مثال سابق، ومن ثم كيف تشكون فيه جل وعلا. ثم إنه سبحانه قد دعاكم إلى توحيده وإلى دينه لمصلحتكم أنتم، وإلا فإن الله جل وعلا غني عنكم وغني عن عبادتكم. ولذا قال: يدعوكم، أي إلى ما فيه مصلحتكم التي تنتفعون بها، ليغفر لكم من ذنوبكم، أي يتجاوز عن سيئاتكم وتقصيركم في حق الله تعالى. وكذلك من فضله جل وعلا أن يؤخر من استجاب، بحيث لا تنزل به العقوبات التي قدرها الله على المخالفين لشرعه. ولذا بيّنوا لهم بأن من استجاب لله ناوياً أجر الآخرة فإن الله بفضله وإحسانه يعطيه منافع الدنيا، فالله غني عنكم وغني عن عباداتكم، ودعوته لكم إنما هي لتحقيق مصلحتكم، وإلا فإن الله مغتن عن عبادات عباده. ماذا كان من شأن الأقوام؟ قوله هنا: ويؤخركم، أي يؤجلكم بأن يحييكم وأن يزيد في أعماركم إلى أجل مسمى، أي إلى وقت محدد له اسم بين عند الله جل وعلا. فما كان من أقوامهم إلا أن ردوا على أنبياء الله برد من لا ينظر لعواقب الأمور ولا يتأمل في مآلات الأفعال ولا يستبصر
حقائق ما يتلى عليه من الأدلة والبراهين والبينات. فقالوا لهم، قال الأقوام لأنبيائهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فاستدلوا بالمساواة الظاهرة في الأبدان على وجوب أن يكون هناك مساواة في المنزلة، وهذا استدلال فاسد، فإن الأشكال والأجسام ليست هي المقتضية أو السبب في إكرام الإنسان أو إهانته. وأنتم تنظرون إلى الرجلين يتساويان في أبدانهما، يكون أحدهما صاحب خير ومعروف وإحسان، والثاني يكون صاحب إجرام وفعل سيء شنيع، فكيف تجعلون المساواة والمماثلة في الأشكال موجبة للمساواة في المهام والواجبات؟ ولذا كان من شأن هؤلاء أن يطلبوا من الله أن يرسل إليهم رسلاً يخالفونهم في الهيئة والصفة، فهذا من التحكم على الله عز وجل وإيجاب ما ليس بواجب. وفي هذا دليل على نقص عقولهم، فإن الله يهب ما يشاء لمن يشاء، وهو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى. وقد يكون من أفعالكم أيها القوم ما منعكم من الوصول إلى الحق والإيمان به. وفي هذا أيضا أن أهل الكفر والنفاق يصفون أهل الإيمان بالأوصاف المنفرة، ولذا ذكروا آباءهم وأجدادهم وقالوا بأنها مقدمة على أي عبادة جديدة، فكيف نترك دين آبائنا وأجدادنا ونترك سيرتهم من أجل هذه الدعوة التي وجهتموها إلينا؟ وكيف نطيعكم ونقدم أمركم على ما ترغبه نفوسنا مع أنهم بشر يماثلونهم؟ ثم طالبوا بسلطان مبين. جاء في أول الآيات أنه قال: جاءتهم رسلهم بالبينات، فعندهم أدلة واضحة وبراهين يذعن لها من تأمل فيها، إلا أنهم طلبوا أن يكون هناك معجزات تتوافق مع طلباتهم، ولذا قالوا: فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة ظاهرة. وهم إنما قصدوا بهذا ما طلبوه من الأنبياء وما حاولوا أن يعجزوا به أنبياء الله، فقالوا لهم: ليس لكم الحق في أن تتحكموا في نوع الدليل الدال على صدق الرسول، وإنما إذا جاءت الأدلة الدالة على صدقه كان ذلك مما يقتضي ويوجب عليكم أن تصدقوه. قالت لهم رسلهم لما طلبوا منهم آيات معينة وعلامات خاصة، فأجابتهم رسلهم قالوا: أنتم قد عرفتم أننا بشر، والذي يأتي بهذه الآيات هو الله جل وعلا، فنحن صحيح أننا في صفتنا الظاهرة نماثلكم في البشرية، ولكن بيننا وبينكم فرق، ألا وهي نزول الوحي، والله جل وعلا يبعث لرسالته من يشاء من عباده، ولا يحق لأحد من الناس أن يوجب عليه أن يختار بشرا بعينه.
ثم قال: ولكن الله يمن على من يشاء. فهبة الرسالة منة من الله عز وجل، كما أن هبة الهداية منة من الله جل وعلا، يهبها لمن يشاء من عباده. فإذا يتفضل الله على بعض العباد بأن يرسل إليهم الوحي فيكونوا أنبياء، ويتفضل على بعض العباد فيجعلهم من أهل الطاعة والعبادة. وفي هذه الآيات أن الهداية والرسالة منح ربانية يجعلها الله لمن يشاء من عباده، فإن الله هو المتفضل والمحسن بهذه النعم، وليس لأحد من الناس أن يتحكم في أمر الله عز وجل بحيث يختار من يرى صلاحيته، بل الله عز وجل يرى ما لا يراه غيره. ثم قال جل وعلا: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وما كان لنا، أي ليس في قدرتنا ولا في مهمتنا أن نستجيب لما طلبتموه من العلامات الواضحة، بل هذا إلى الله جل وعلا، فليس هناك من يعجزه سبحانه على أمر من الأمور. ولذا فإن شاء الله جاءكم بهذه المعجزات التي تطلبونها، وإن شاء لم يفعل، وهو سبحانه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فقالوا: وما كان لنا، أي ليس من شأننا ولا من وظيفتنا أن نأتيكم بعلامة أو بمعجزة من عند أنفسنا، وإنما الأمر إلى الله جل وعلا. ولذلك فعل المؤمنين أن يكونوا من أهل التوكل على الله تعالى، والمراد بالتوكل أن يكون القلب معتمداً على الله جل وعلا في نجاح أفعاله وسلامة حاله، فهو الذي سبحانه وتعالى يتصرف في الكون. وقوله فليتوكل المؤمنون قدم الجار والمجرور في قوله فعل الله لبيان أن التوكل لا يجوز إلا أن يكون على الله تعالى، ومن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. وقوله هنا: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي هذا استحباب التوكل، بل وجوب التوكل على الله جل وعلا، فإن من لوازم الإيمان أن يكون العبد متوكلاً عليه سبحانه وتعالى. ولذا قال هنا فليتوكل المؤمنون لبيان أن التوكل من أركان أو من خصال الإيمان، وفي هذا دلالة على وجوب التوكل. وقوله وما لنا ألا نتوكل على الله، أي ما هو السبب الذي يجعلنا نمتنع من التوكل على الله جل وعلا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، فالله قد أنعم علينا بصنوف النعم، ومن ثم فإننا نتوكل عليه سبحانه
ونرجوه نصرا وتأييدا. قال: وقد هدانا سبلنا، فيه الامتنان بهداية الله جل وعلا وأن الله يهدي من يشاء. قال: ولنصبرن، أي سيكون من شأننا أن نصبر على أذية الخلق، ومنه أذية هؤلاء الكفار الذين سعوا لإبعاد المسلمين من الأنبياء فأتباعهم عن مكان هؤلاء الكفار والمشركين. ولذا قال الذين كفروا لرسلهم، أي يخاطبون الرسل وأتباع الرسل، لنهلكن الظالمين، أي سيكون من شأننا أن نهلك الظالمين وأن ننزل بهم العقوبة الشديدة التي تستأصلهم. وقال هؤلاء الكافرون: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا. هذا تهديد الكافرين، أنهم يخيرون المؤمنين بين أن يخرجوهم من ديارهم وبين أن يعودوا إلى دين قومهم. وقال الذين كفروا لرسلهم، يعني وأتباع الرسل: لنخرجنكم من أرضنا، أي إذا بقيتم على هذا الدين فسنطردكم من البلد التي نسكنها، أو لتعودن في ملتنا. فمتى عدتم إلى ملتنا من عبادة الأصنام قبلناكم، وكان من شأننا أن نكون معكم. فأوحى إليهم ربهم، يعني أن الله أنزل وحيا، إما بوحي على أنبيائه وإما بمعنى نزل على نفوس أوليائه. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. فأصحاب الظلم تنزل بهم العقوبة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال: فأوحى إليهم ربهم، أوحى إلى المؤمنين: لنهلكن الظالمين، أي أولئك الذين ظلموا عباد الله في دينهم فصدوهم عن الاستجابة لدعوة الهدى والخير. ووعد الله المؤمنين فقال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. هددوا بإخراجهم من الأرض فأعطاهم الله عز وجل إرث الأرض. فانظر لحكمة الله الغالبة. ثم قال: ذلك، أي هذا الثواب وهذا التثبيت وهذه المكانة، إنما كانت لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي هي لذلك الإنسان الذي يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى. قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، تلاحظون هنا أن الكافرين توعدوا المؤمنين بشيء عظيم، ألا وهو أنهم يتكالبون عليهم فيهلكونهم ويخرجونهم من ديارهم. وهكذا أنبياء الله تعرضوا لمثل هذا التهديد، فكانوا يتعرضون لأنواع من التهديد، فيقال لهم: إما أن تعودوا إلى دينكم وإما أن نخرجكم. وبالتالي وقع من المصادمة بين أهل الإيمان وغيرهم. وتلاحظون هنا أن الغالب في الأقوام أن يكونوا ممن أن الغالب في الأقوام ممن يكونوا قد أوتوا مالا وخيرات
ومكنوا في الأرض، فحينئذ نعلم أن الله عز وجل قادر على إنزال العقوبة بأي واحد من الخلق مهما كانت إمكاناته، وأن الله قادر على إعزاز من أذله الناس واستنقصوا من مكانته. وهكذا شأن الأقوام مع أنبيائهم، يكذبونهم ويتوعدونهم بما لديهم من قوة ويحذرونهم فتكون العاقبة عليهم. انظر إلى قوم نوح حينما قال: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهكذا في بقية أنبياء الله عليهم السلام. ثم قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي أن الله سيتفضل على أهل الإيمان بأن يجعلهم يسكنون في المساكن التي كان يسكنها هؤلاء المعذبون، وذلك جعله الله جزاء لمن خاف مقامه بين يدي الله وخاف وعيد أن يخاف من وعد الله. قال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد، أي كل واحد من الفريقين أهل الإسلام وأهل الكفر والشقاق، استفتحوا بمعنى أنهم طلبوا أن يفتح لهم، بحيث يقولون: اللهم من كان كاذبا في دعواه تاركا للحق اللهم افعل به كذا وكذا، فطلبوا الفتح بإنزال العقوبة، فكان هذا من أسباب الهلاك الذي لحق الظالمين. قال: ولنسكننكم الأرض من بعدهم، أي تكون لكم الغلبة بعد إنزال العقوبة بأولئك الأقوام، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ثم قال تعالى: واستفتحوا، فإن الكفار هم الذين طلبوا العقوبة، فقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. فبالتالي هم الذين طلبوا تعجيل العذاب بطلبهم ما عند الله جل وعلا. ثم قال: وخاب كل جبار عنيد، أي أن من تجبر على الله وعلى دينه وتجبر على عباد الله وكان من شأنه العناد فلا يقبل دعوة الحق ولا يستجيب لها. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، وذلك أنهم قالوا: أينا على الباطل، اللهم عجل بالعذاب الذي ينزل عليه. وحينئذ يستجيب الله دعوتهم بنزول العذاب، فيكون هذا من أسباب خيبتهم، بحيث لا ينتفعون بما آتاهم الله من قوة أو ما آتاهم الله من رأي. فالجبار وصف صاحب القوة، والعنيد وصف صاحب الرأي. وبالتالي إذا اجتمعتا دلتا صاحبهما على ما يحصل به النجاة، ولكن لما كانوا معرضين عن الله وعن رسوله وغير مستجيبين لهما نزلت بهم العقوبة الشديدة، و
لم يستفيدوا من مقامهم شيئا. قال تعالى: من ورائه جهنم، أي هذا المكذب سيعذب في الدنيا ولكن عنده عذاب أعظم، ألا وهو عذاب الآخرة. ولذا قال: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. ماء الصديد ما يخرج من البدن من أمور تحصل بسبب ما يحصل للبدن من جرح ونوع ونحوه، يسقى من ماء صديد. الماء الصديد الماء الذي وضع في الحديد فأصبح متصديا، فيه شيء من آثار هذا الحديد. قال تعالى: يتجرعه، أي أنه في عطش شديد، فإذا شرب لا يشربه بهين ولين، وإنما يشرب منه كشيء كثير من أجل أن يتمكن من شربه لحرارته. ولذا قال: يتجرعه، أي يأخذ منه شيئا كثيرا في الوقت اليسير. ثم قال: ولا يكاد يسيغه، أي ليس له طعم يشتاق الإنسان إليه، وإنما يقرب ذلك الطعام من وجهه حتى يشوي ذلك الوجه. قال: ويأتيه الموت من كل مكان، فإن هذا الرجل يأتيه عذاب شديد من كل مكان، وكل نوع من أنواع العذاب الذي يصل إليه يكون على درجة عالية، بحيث يخشى أن يصيبه الموت من ذلك المكان. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، بل الله عز وجل سيبقيه حيا وسيجدد له خلايا صدر خلايا بدنه ليحس بالعذاب. وهم باقون في هذه النار أبد الآباد، لا يخرجون منها أبدا. قال: ومن ورائه عذاب غليظ، أي سيأتيه من تلقاء وجهه عذاب غليظ، أي شديد، وصل درجة الشدة، كأنه نوع من الثياب تم شقه ولم يعد صاحبه ينتفع به. فهذا تفسير هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك فيهم. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أهل الإسلام للخير والهدى. هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.